ماذا يعني أن يواجه الجيش الوطني أزمة حادة في التموين والدعم اللوجستي؟ ما تفسير هذا الخذلان من التحالف والشرعية؟ وكيف يمكن لجيش أن ينتصر في معركته ببطون فارغة؟ أهلا بكم. نود الإشارة في البداية إلى أن برنامج المساء اليمني تواصل مع العديد من قادة ومتحدثين في الجيش الوطني للحديث حول هذا الموضوع، فكانت الإجابة هي الرفض القاطع بحجة حساسية الأمر والمحاذير من حوله، رغم أن الموضوع نشر في مواقع رسمية منها موقع 26 سبتمبر التابع للجيش الذي أشار حرفيا إلى النقص الحاد في الغذاء والتموين التي يعاني منها الجيش الوطني. الكثير من المحاذير تحيط هذا اللغز الذي تشكل الإجابة عن مفتاح للعجز الذي تعاني منه الشرعية وجبهات الجيش في معركة استعادة الدولة، ناهيك عن الفساد الذي صاحب عملية التموين الجيش والتي باتت حديث الجميع. فجيش تقف خلفه 10 دول، منها من يتصدر دول العالم في الثراء وشراء الأسلحة، كيف له أن يجوع وتتوقف معاركه نتيجة لغياب الدعم؟ وكيف لجيش يخوض معركته نيابة عن الجميع يواجه كل هذا الخذلان؟ جيش يخوض معركته ببطون خاوية، خبر بات عنوانا بارزا لإخفاق كبير يتقاسمه التحالف والشرعية. الجيش الوطني يعاني من نقص حاد في التموين، جيش يدعي الوقوف خلفه تحالف مكون من 10 دول، بعضها هو الأغنى والأعلى تسليحا في العالم، ويا لها من مفارقة. الأمر بحسب موقع الجيش الوطني 26 سبتمبر استدعى اجتماع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي وعدد من رؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وعدد من قادة المناطق العسكرية لمناقشة وسائل مواجهة النقص الحاد في الغذاء والتموين الذي يواجهه الجيش وسبل توفير البدائل بشكل عاجل. وأن يصدر هذا الأمر من القيادة العليا للأركان لهو أمر جلل، رغم الخبر الخجول لكنه لم يستطع حجب كارثة كهذه والتي باتت تشكل فضيحة سياسية في وجه التحالف وتفسيرا لعجز الشرعية عن استكمال عملية التحرير من 4 سنوات. تقول المصادر إن جبهات كان يعول عليها كثيرا كصرواح ونهب بدأ سلاحها بالنقصان، ويتحدث الجنود عن معارك خاضوها لكنها أخفقت أو توقفت نتيجة نفاد الذخيرة، غير أن ما هو أدهى وأمر من ذلك أن المقاتل على الحدود السعودية غير المقاتل في صرواح أو نهب. يظهر ذلك جليا من خلال طبيعة الدعم والإمداد والتموين العسكري، وذلك بحسب الجهات المشرفة على الجبهات، إذ يبدو الخلل هنا واضحا، ففيما تحظى بعض الوحدات العسكرية بامتيازات كثيرة وصل بالأخرى أن دفعت بعض القادة العسكريين إلى منح الجنود إجازة لعدم قدرتهم على توفير الأكل والمؤونة لهم. التموين العسكري للجيش الوطني بات لغزا يحير كثير، ففيما يتحدث التحالف عن مليارات الدولارات ذهبت في حربه باليمن، يقول الواقع العسكري إن معارك نهب أخفقت نتيجة انعدام الذخيرة، لتأتي إجابات من الطرف الآخر عن أسماء لمتعهدين لتوفير مواد تموينية، بعض الأسماء محاطة بتاريخ من الفساد. هذه الأسماء باتت تطالب التحالف والشرعية بديون التموين العسكري، وهي مبالغ طائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات، حلقة في مسلسل العبث ليس بالجيش وحده بل بمصير بلد ارتهن بأيدي حلفاء لا يرون فيه إلا ميدانا لمعركتهم. على شكل واحد كأنهم ربوا في بيت واحد. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا الصحفي حمود هزاع عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير بداية أستاذ حمود. مساء النور والعافية، تحية لك أخت آسيا وللمشاهدين جميعا. أهلا بك. بداية، موقع الجيش 26 سبتمبر نقل أن الجيش الوطني يعاني من نقص حاد في المواد التموينية، ما هي تفاصيل ذلك لديك؟
قبل أن ينشر الخبر في 23 أكتوبر الثلاثاء الماضي في موقع 26 سبتمبر، كان هناك خبر لاجتماع هيئة الأركان في نهاية سبتمبر الماضي. كان هناك تلميح إلى وجود نقص في الإمداد والتغذية والذخائر في جبهات الجيش، وطالبنا قيادة الجيش اليمني أن تكون صريحة مع الشعب ومع الجيش الوطني، وأن تكشف إذا هل وجود نقص حاد في التغذية والتموين والتسليح، وما هي الأسباب. الخبر الذي نشر الثلاثاء الماضي كان خبرا واضحا ورسميا، وكشف جانبا من الحقيقة. بقي الآن هذه القضيات تحولت إلى قضية رأي عام ومصدر التساؤلات، وعليه نطالب الحكومة اليمنية ممثلة بدولة الدكتور معين عبد الملك أن تأتي إلى مدينة مارب وتعقد اجتماعاتها مع قيادات الجيش، وتبحث سبل إيجاد البدائل وكيف إمكانية تجاوز هذه الإشكالية. نعم أستاذ حمود، يعني هناك معلومات أيضا وصلتنا أن السعودية كانت هي من تقدم تموين الجيش عبر هيئة الأركان، وهيئة الأركان هي من كانت توزع على المناطق العسكرية والألوية، لكن منذ شهور تغيرت هذه الآلية وأصبح التعامل عبر يعني متعهدين وسماسرة أيضا، مما تسبب في تضاعف الفساد ولخبطت الوضع إن صح لي القول. لماذا تقوم السعودية بمثل ذلك؟ لما لا يتم التعامل بشكل رسمي مع هيئة الأركان؟ هذا الأمر نتشارككم فيه التساؤل كيمنيين، ولكن المعني في طرح هذه الأسئلة بشكل مباشر وحتى علني هي قادة الشرعية. يجب أن يكون خطاب الشرعية هو خطاب صريح مع قادة التحالف العربي، والشارع اليمني اليوم بات يتساءل متى ستحرر باقي مناطق اليمنية 4 سنوات من التخندق. على سبيل المثال أنا اليوم التقيت بكثير من اليمنيين في الشارع ومن النخبة، الجميع يتساءل إذا كنا قضينا 4 سنوات بعيدا عن منازلنا، بعيدا عن أهلنا، بعيدا عن مدننا، متى سنعود إلى صنعاء؟ وعودتنا مقرونة بعودة الشرعية. الشرعية لم تعد إلى اليوم. هذا سؤال يوجه إلى قادة الشرعية وإلى قادة التحالف، تحالف من 10 دول عربية، دول قوية. هل عجزت هذه الدول أن تستكمل تحرير باقي المناطق اليمنية؟ نعم. إذن يعني أيضا هناك معلومات أخرى، يعني أن آخر دفعة تموينية وصلت كانت مواد منتهية الصلاحية، هل هناك رقابة على مثل هذه الأمور؟ لا لا لا، لسه لدي معلومات دقيقة حول المواد المنتهية الصلاحية، لكن أستطيع أن أقول بأن التحالف العربي وعمليات دعم الجيش الوطني تشوبه كثير من التلاعب والفساد، بدءا من اللجنة الخاصة في السعودية وانتهاءا عند بعض الدوائر ومناطق الجيش الوطني. والسبب هو أن لابد من مراجعة السياسات سواء من قبل التحالف أو من قبل الحكومة. هذا الأمر ينعكس على العملية العسكرية وعلى الجيش. يبدو أن ليس هناك قرار سياسي، هذه الأشياء تنعكس بناء على الإرادة السياسية. إذا كانت هناك إرادة سياسية سيكون هناك متعهدين ومتعاونين. يجب أن يكون كل التعامل وكل الدعم الذي يقدمه الجيش الذي يقدمه التحالف العربي عبر القنوات الرسمية للجمهورية اليمنية. هنا دولة وهنا قيادة جيش، ثم قائم بأعمال وزير الدفاع، ثم رئيس هيئة الأركان. يجب أن يكون التعامل مع كافة المناطق العسكرية ومع كافة الألوية العسكرية عبر قيادة، عبر الحكومة اليمنية وعبر هيئة الأركان، حتى بمختلف أماكنها.
ويجب أن يتوحد حتى التسليح والتغذية وكل شيء. كما تحدث التقرير هناك اختلال، واختلال واضح فعلا في التسليح، تسليح المنطقة الجبهات الساحل الغربي يختلف عن تسليح نهم وصرواح الذي مع الأيام يتضاءل. نعم. هناك إشكاليات كثيرة تنعكس هذا، وهي انعكاس للقرار السياسي. ماذا تريد التحالف العربي في اليمن؟ لماذا 4 سنوات ولم تحرر باقي أجزاء اليمن من ميليشيات الحوثي؟ نعم، ما الذي تريدوه؟ إذا اسمح لنا أستاذ حمود أن ينضم معنا أيضا العقيد يحيى الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري، عبر الهاتف من مأرب. أيضا مساء الخير سيادة العقيد. مرحبا أستاذ، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. إذا يعاني الجيش حاليا مشكلة في التموين، وأخرى أيضا في تأخير تسليم الرواتب. ما هو سبب تكرار مثل هذه الإشكاليات سيادة العقيد؟ أولا ربما هناك استعلان، هناك قصور، هناك بعض النواقص، ولكن ليست يعني بالحجم المهول التي يمكن أن تعطل الجبهة أو تسقط تقدم او تجعل من الجبهه فاضيه. اولا هناك عده اسباب وهناك عده مسببات قصور ربما في الاداء. اولا بالنسبه للازمه الحاليه التي حدثت وتوقف الغذاء، هناك مواد فاسده اتت من متعهد، وقامت لجنه المواصلات والمقاييس بالجيش الوطني بتحصها، وعندما يعني ادركت انها رديئه وغير صالحه قامت بتوقيف صرفها واعادتها للمتعهد، وتقدم تقدمت بطلب تقدير رئاسه الاركان، وكان الرد بايقاف صرفها للمناطق العسكريه دون حتى لا يتسبب الجنود لاداء الجنود في المواقع، وطلب من المتعهد بتغيير مورد سرعه التوريد، فهو ما سبب يبدو ان المتعهد غير كف او ليس لديه خبره كافيه في تمويل الجيش. لما يتم الاستعانه بوسيط او بمتعهد سياده العقيد؟ يعني لما لا يتم تموين هيئه الاركان مباشره وهي من تتولى مسؤوليه التوزيع؟ هناك مشكله منذ فتره، كان الدعم الامداد ياتي عن طريق دائره هيئه الدعم اللوجستي في الجيش الوطني، ومنذ فتره اصبح المتعهد يقوم بدعم الجبهات على هواه، وهنا يحصل التلاعب. من هنا نطالب ان يكون الدعم عن طريق الدوائر الرسميه للجيش الوطني، وان يتسلم مع الجيش الوطني ليحسن التصرف بها وحسب احتياجات كل منطقه. اما ان يترك المتعهد يجعل المرض بحد يعني بتركه، فهذا اقل من الاخطاء الكبيره. بالنسبه ايضا لبقيه للدعم العسكري او اللوجستي، من المعيب ايضا انه بعد 4 سنوات والحكومه اليمنيه والجيش او توقف احتياجات الجيش. نامل من الدكتور معين عبد الملك الذي نامل ان يكون تعيينه يعني فاتح الخير على الجيش الوطني، ان يكون همه الاول وجل همه الاول هو معركه الحشد ودعم الجيش الوطني. انا استغرب الحكومه من 33 وزير وتعيينات وكلاء ومساعدين و وتصرف لهم بالدولار، بينما الجيش الوطني يعاني. كان الاولى ان تكون حكومه مصغره، حكومه حرب. نحن في حاله حرب ونحن لسنا في حاله سلم. السلم له وضعه والحرب له وضعه. يجب ان تكون حكومه مصغره جدا، حكومه حرب تدير المعركه العسكريه. بلا حشد لا يكون هناك حكومه، ولو ابطال في الجبهات لن يكون هناك من هو بالفنادق ومن هو يتعين وزير او وكيل او كذا. الصرفيات التي مارستها الحكومه السابقه خارج دعم الجيش، الحكومه السابقه سواء الدحاق او من اتى بعده، لم نرى منهم الا الوعود للجيش فقط والكلام وصرف الكلام فقط، اما عمليا لم يصرف للجيش ولم يكن للجيش. ينبغي ان تكون اولويات الحكومه الجديده ان تكون لجانه الجيش لجانه الحكومه مسخره لدعم معركه الحشد لدعم الجيش الوطني. الجيش قوه الجيش متواجده في الميدان وتتقدم رغم الامكانيات، رغم شحه الامكانيات، الا ان هناك رجال
أطفال، أشاوس، لا يهمهم، حفاظ وحراس يتقدمون بكل ما يملكون، سنقاتل حتى بالحجر. نعم يعني وهذا ما يلاحظ سيادة العقيد، يعني لكن نعم 4 سنوات حتى الآن يعني منذ تأسيس الجيش الوطني في مأرب، ولا زالت المشاكل تنخر في جسد هذه النواة التي ربما تحمل حلم اليمنيين أجمع بالوصول إلى بر الأمان. يعني لما حتى الآن يحدث لهذه النواة كل ذلك بينما تدعم بعض الألوية هنا وهناك بفائض من الميليشيات الإرهابية، الميليشيات الحوثية استولت على الدولة كل مفاصلها وكل إمكانياتها وكل معسكراتها. الآن الجيش الوطني الآن بدأنا من الصفر وبدأ يتكون الجيش الوطني ونعيد بناء الجيش على أسس وطنية وأسس عسكرية صحيحة وعقيدة عسكرية صحيحة وراءها لله ثم الوطن، بعيد عن الحزبية والطائفية والأشياء البقية. نعم إذا ألا يدرك القادة كل يوم كل يوم تتطور الأداء وكل يوم يتحسن الأداء. نعم في ظل نقص الامكانات، يعني مع ذلك في ظل كل نقص الامكانات هذه، يعني لو كانت توفرت ربما كان الاداء سيكون افضل بكثير. الا يدرك القاده السياسيين والعسكريين ايضا خطوره يعني وجود مثل هذه الاشكالات على معنويات الجنود، خاصه يعني نحن في ظل معركه يوميه مع الانقلابيين يجدون كل هذا الاهمال واللامبالاه بينما هم يقدمون ارواحهم تسترخص يعني لأجلهم المواد العينية والغذائية وتقدم لهم المواد الفاسدة، أليس ذلك يعني شيء محبط بالنسبة لهذا الجندي؟ أضم صوتي إلى صوت الأستاذ حمود وأقول أن ينبغي على الدكتور معين عبد الملك أن تكون زيارته إلى مأرب قريبة جدا لاستماع مع الجيش والاطلاع على أوضاع الجيش وحسم المعركة. يجب ان تسخر المعركه ولذلك الدوله الان الجيش ودعنا الجيش لمعركه التحرير. الامور تتغير والاوضاع السياسيه في المنطقه تتغير، ربما اليوم المملكه تدعمنا ربما بالغد لن تستطيع ان تدعمنا، لذلك لابد علينا ان نحزم امورنا وان يكون لنا موقف جاد، حكومتنا ان تكون لها موقف جاد وصريح جدا بحيث على نفسها تستخدم مواردها وتستخدم كل ما يتاح لها من موارد وامكانيات لمعركه الحسم العسكري، المعركه اللي دعم الجيش في البدايه. الصوتيات من بدايه الدوله بدون دعم الجيش لا داعي لها. هناك لابد ان تكون هناك معركه او حكومه مصغره، حكومه حرب كبيره، معركه الاقتدار. وتدعم الجيش، يكون اهم اولويتها دعم الجيش الوطني، يجب ان نعتمد على انفسنا. التحالف مشكور دعموا ما قصروا، المملكه العربيه السعوديه دعمت الجيش بكل ما اوجدت من قوه منذ البدايه الى اليوم، وهي ما زال مستمرين ومقدمين. نعم لكن يعني في ظل هذا الدعم الذي تتحدث عنه، يعني نعلم ان كثير من الجيش جائع سياده العقيد، يعني ما هو الدعم؟ يعني هل هو الدعم مجرد حديث أن السعودية دعمت ودعمت؟ لما لا نجد هذا الدعم على أرض الواقع؟ يعني الجميع يتحدث السعودية ما قصرت ودعمت، إذن في ظل هذا الدعم هناك حاجة، لا يوجد خلل ما؟ ألا توجد فجوة بين هذا الدعم وبين الواقع؟ التحالف أولا هو أتى لدعم الشرعية، فأي دعم يأتي منهم فنقول لهم شكرا جزيلا، لكن ينبغي علينا نحن ان نسد العجز القائم بانفسنا والا نعتمد على احد. ما اتانا من دعم من اشقائنا فهو مرحب به وشكرا جزيلا لهم. لابد ان يكون موقف للحكومه اليمنيه والشرعيه، لابد ان يكون للقياده السياسيه او قياده الدوله اليد الاولى والمفاصل في كل الدعم الذي تنفق منه الان الحقوق تحمل المملكه العربيه السعوديه، لذلك يجب ان يسخر كل الدعم للجيش، اما ان يسخر اعتمادات وزراء ووكلاء وسفراء وسفارات لا داعي لها، نحن في مرحله حرب، يجب ان يكون الدعم كله مركز لدعم الجيش والتحرير. تعز الان لابد ان تتحرر، صنعاء لابد ان تتحرر، الحديده لابد ان تتحرر، لابد ان تحسن المعركه
لا انظر، الاوضاع متغيره، الاوضاع السياسيه تتقلب والامور، ومن يدعمنا الان ربما في الغد لا يستطيع ان يدعمنا، لذلك يجب على الحكومه ان تتحرك وعلى قيادتنا السياسيه والعسكريه ان يكون لها الان يد في هذا الامر لانهاء هذا الموضوع وحسمه تماما وضع ضم من الجميع، الجبهات ليست جائعه والابطال مترابطين في مواقفهم يتقدمون، ولا يمكن وما اخذناه لا يمكن ان يستعيده العدو ولو على ما قال، لا يمكن ان يستعيد اي شيء، العدو الان اضعف بمليون مره وحتى لا يهول الموضوع ويخرج على طاوله ويحتفظ ان الجبهات ضعيفه، نحن اقوياء وابطالنا متواجدين في كل مطرح رغم نتمنى لكم التوفيق سيادة العقيد. نعم هذا لكن جيشنا متواجد والدعم مستمر ونوفر الدعم للجيش من اي كان. نعم اذا شكرا جزيلا لك العقيد يحيى الحاتمي رئيس قطاع الاعلام العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. اذا استاذ حمود هناك رسائل عده وجهها العقيد يحيى وتحدث بكل صراحه ووضوح ان ما يحدث من فساد ومن ترهل للحكومه الشرعيه هو سبب كبير لما يحدث الان للجيش الذي يفترض ان يوجه كل الدعم الذي يصل من التحالف لهؤلاء الابطال عوضا عن الوزارات العديدة والسفارات، ما تعليقك؟ أتفق جملة وتفصيلا مع ما قاله العقيد يحيى الحاتمي وهو أحد قيادات الجيش الوطني وأحد رموزه الإعلامية، وأضيف إلى ذلك أن الشعب اليمني هناك جهد شعبي سيرت عشرات القوافل إلى جبهات نهم وصرواح من مختلف المحافظات، الشعب اليمني في الشدائد شعب عظيم والجميع ساهم وتبرع وجمعوا بما يستطيعون رغم الظروف الصعبة التي نعيشها كيمنيين. نكرر الدعوة لقادة الحكومة للدكتور معين عبد الملك بالقدوم إلى مأرب، وهو كان في قبل عامين موجود في محافظة مأرب والجميع يكن له الحب والتقدير والاحترام ويلتقي ويسيغ يتم تشخيص الواقع والبحث عن حلول لمعالجته، لابد أن من صنعاء وإنطال السفر، هذه إرادة شعب وهذا الشيء سيحصل مهما اختلفت الظروف، بحلفائنا أو بدون حلفائنا سيتحرر اليمن وسنعود إلى أهلنا عما قريب إن شاء الله. نعم أستاذ حمود، يعني المعلومات تقول أيضا أن رئيس الأركان حاليا في الرياض لمناقشة هذا الأمر وهو موضوع المواد التموينية بالنسبة للجيش، هل تتوقع أن يتم حل هذه الإشكالية يعني جذريا؟ نأمل أن تحل هذه الإشكالية جذريا، واستدعاء أعتقد أو طلب منه للزيارة في زيارة المملكة العربية السعودية أتى عقب الاجتماع وعقب الخبر الذي نشر، وهذا واقع يجب أن يعالج. وأما بخصوص معنويات الجيش الوطني، أنا أتحدث مع كثير من القادة أكدوا بأن الجيش الوطني قادر يعني صامد، وأنه إذا تم تدبير قليل من الدعم والأسلحة وإذا في هناك قرار سياسي بالتقدم وبالتحرير ستكون وحدة الجيش قادرة على تحرير ما تبقى من المناطق تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. نعم إذا يعني ربما السؤال الأهم أستاذ حمود هو لما لا يتم دعم يعني أو أخذ هذه الرواتب والتموين من موارد الدولة، لما لا زالت السعودية هي من تعطي هذا التموين، يعني يقال من لا يمتلك قوته لا يمتلك قراره، فلما لا تعتمد الحكومة أو تضغط في سبيل حصولها على إيرادات الدولة من نفط وغاز و معاودة الاستيراد والتصدير حتى يتسنى لها يعني إعادة دورة العمل بالنسبة للمجال العسكري والتموين ويصبح الأمر كما كان في السابق؟ ربما فشلت أو تكاسلت الحكومة السابقة وهذا الأمر مناط على الحكومة القادمة، نأمل أن نرى حلحلة وانفراجة قادمة
في الأسابيع وانفراجه في الأسابيع القادمة. نأمل أن يتم الضغط على بعض الأطراف وبعض القوى التي تعيق عملية تصدير النفط في اليمن، ونأمل أن تعود الحياة إلى دورة الحياة، أن تعود أن تطبع الأوضاع في المناطق المحررة ويتم تصدير النفط وتعود الحياة إلى طبيعتها، وأن يصبح اليمن بلد قوي ويعتمد أبنائه على أنفسهم في تدبير رواتبهم، في شراء سلاحهم، في دفع، في كل شيء. نعم، إذن يعني هناك أيضا من أما إذا استمر صمت الحكومة فإن الشارع اليمني لن يسكت، وأتوقع أن تفقد يعني شعبيتها، لكني ما لازلت أراهن على أن الدكتور معين عبد الملك سيكون له تحرك كرئيس حكومة، وأنه لن يسمح لنفسه أن إحراق مستقبله السياسي، وأتوقع انفراجه، وهذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة إن شاء الله. نعم، إذن يعني أيضا هناك من يتساءل أستاذ حمود، أن يعني ربما تدعم بعض الألوية، وأعني تحديدا لواء طارق صالح، يصل إليها الدعم بالأسلحة الثقيلة بكل شيء، بينما تترك ألوية أخرى في مأرب وفي تعز دون أي دعم حقيقي. يعني مثل هذا ألا يشكل إشكالية حقيقية بالنسبة للجيش، ألا تدعم الجيش الوطني الحقيقي الذي كان معك منذ بداية المعركة؟ هذا ليس لا يشكل بس خطورة، هذا يشكل إدانة حقيقية للتحالف العربي صراحة. أن تتعامل مع أن تأتي لدعم شرعية ولدعم دولة، يجب أن تتعامل مع الدولة، والدولة هي من تقرر من تعطي ومن تعين، لا أن تأتي وتنشئ كيانات مسلحة وميليشياوية، بدءا بالحزام الأمني وبالنخبة الشبوانية وبقوات طارق وهذه كل هذه القوات تشكل خارج إطار الحكومة الرسمية، خارج إطار الشرعية. تخيلي لو أن بس بيان من الحكومة، بيان من الرئاسة، تصريح أمام الرأي العام، سيضع التحالف في إحراج كبير، ونحن وهم في غنى عنه، ولكنه سيأتي إذا استمرت هذه السياسات، ستصطدم الحكومة الشرعية بالتحالف. هل ستصطدم هذه الحكومة بالتحالف أستاذ حمود؟ يعني حدثت تجاوزات عديدة، جهود التحالف العربي كاملة. نعم، اسمح لي أستاذ حمود، يعني لم تصطدم الحكومة بالتحالف حتى الآن؟ كان هناك إشعارين لاحظنا. نعم، يعني التجاوزات عديدة من قبل أن الحكومة تفضل. الحكومة إلى الآن تناور، وأتوقع أنها في نهاية المطاف لابد يسمى الشر الذي لا مفر منه. الحكومة إلى اليوم أعتقد أنها أو قيادة الشرعية تراهن على 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 مراجعة، على وجود مراجعة حقيقية من قبل التحالف من أجل حلحلة الأوضاع. لاحظي بأن قادة البلد الصف الأول أصبحوا بإرادة التحالف أو بغيب إرادتهم محيدين عن المشهد، ولكنهم في إمكان لهم أن يقولوا كلمتهم في اللحظة المناسبة وتتغير المشهد تماما. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حمود هزاع الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وينضم معنا عبر الهاتف السيد عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء الخير والعافية، وأسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. أهلا بك. إذن نقص في تموين الجيش يسبب أزمة في هيئة الأركان، ما هي تداعيات هذه الأزمة برأيك على الجيش أولا كمؤسسة ثم على الجنود كأفراد؟ أولا يعني بعد 3 أو 4 سنوات، للأسف الشديد بعد 3 أو 4 سنوات من الحرب، الجيش الوطني يعني لم يتم ترتيبه أو العمل أو عمل الحساب لهذا اليوم. طبعا الجاوع لا يقاتل والمعنويات تنهار،
لكن التداعيات هي انهيار المعنويات وانهيار منظومة الجيش. ماذا لو قرر التحالف العربي غدا سحب قواته او سحب دعمه او سحب اسناده نتيجه ضغوط دوليه او لاي سبب من الاسباب؟ ما الذي سوف يحصل؟ ما الذي سوف يحصل؟ القضيه نحن امام وضع كارثي حقيقه. بعد 3 أو 4 سنوات الجيش الوطني الذي تدعمه 17 دوله او خلف التحالف العربي، التحالف يعني من اغنى دول العالم ماليا، يعاني من نقص الامدادات والتمويل الغذائي. نحن امام كارثه، الكارثه الاكثر ان يقوم الجيش بالاعلان عن هذا الوضع، وهذا الوضع عاده يكون سري، وكان بالامكان الضغط على التحالف العربي وعلى الشرعيه وعلى الحكومه عبر قنوات اخرى وليس عبر تصريح رسمي. حقيقه اختي الكريمه الوضع كارثي جدا، والمعنويات يعني سوف تنهار. لنفترض ان التحالف قرر غدا سحب دعم للشرعيه، ما الذي سوف يحصل؟ سوف تنهار منظومه الجيش الوطني. طبعا الذي حصل هذا لم يكن ليحصل لولا منظومه الفساد التي قادت الجيش الوطني الى هذا الوضع. التداعيات خطيره جدا اختي الكريمه. نعم، هذه المنظومه الجبهات. نعم، هذه منظومة الفساد. نعم. ألم يعني يستطع حتى الآن معرفة خيوطها، الإمساك ب يعني الرؤساء هذا الفساد الذي يتم؟ يعني لا التحالف ولا الحكومة الشرعية استطاعوا أن يعرفوا مسببي كل هذا الفساد الحاصل في مسألة تموين الجيش وأيضا مسائل أخرى عديدة؟ أختي الكريمة، الأمور بينة. من يقود المشهد العسكري في مأرب معروفين، من قاموا بالتعيينات المناطقية معروفين، من قاموا شاهدنا مثلا أعطيك على سبيل المثال الحظ بدون ذكر أسماء، شاهدنا قيادة عسكرية يتم تعيين أولادهم قيادة عسكرية وأولادهم هذولا لم يبلغوا 25، شاهدنا ملحقين عسكريين في واشنطن مثلا على سبيل المثال الأطفال، طفل يعين ملحق عسكري في واشنطن من قيادة عسكرية، شاهدنا تعيينات يعني خرافية. تصوري أختي الكريمة أنه في جميع دول العالم أن الذي يكون عندما يتقدم شخص إلى كلية الشرطة يتم البحث عن السيرة الذاتية لأهله، فالذي لديه قريب مشترك في الإجرام، قريب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة مشترك في عملية الإجرام، لا يتم تعيينه في كلية الشرطة. هذا في أمريكا وفي أوروبا وفي الغرب. عندما يكون واحد كذلك في الكليات العسكرية في العالم كله بنفس الطريقة. تصوري أن بعض القادة أقربائهم هم قيادات حوثية ويتم تعيين أقاربهم قيادات يعني في الجيش الوطني في مأرب. تصوري المقاتل يقاتل في فينا، يقاتل فلان الفلاني ليتفاجأ بأن ابن عمه الحوثي هذا تم تعيينه قائد عسكري في مأرب، والقائمة عندي تطول ومستعدة لأثبت بالأسماء. يعني لو في حاجة ثانية، تعيينات قيادة الجيش لا تتم على أساس الكفاءة العسكرية، على أساس أنه ما خرج. نعم، للأسف الشديد أستاذ عبد العزيز، يعني حتى نركز في موضوعنا، مسألة التعيينات ليست فقط هناك فساد هائل، ليس فقط في الجيش، ويعني كما نتابع في جميع الوزارات وجميع السفارات هناك فعلا فساد غير عادي يحدث. ولكن يعني مسألة التموين أيضا، هذه مسألة يعني أنا أتحدث عن غذاء الجيش الذي يضحي بروحه في سبيل الوطن، أتحدث عن فطوره وغداه وعشاه، يعني لا يعقل أن يتم التقصير في هذا الجانب. أنا أخجل تماما وأنا أقدم هذه الحلقة وأنا أتحدث عن جيش جائع وهو يضحي من أجلي ومن أجل أبنائي ومن أجل الوطن بروحه وهو لا يمتلك قوت يومه. يعني هذه إشكالية حقيقية، يعني ألا خلال 3 أو 4 سنوات عجزت الحكومة الشرعية بإيجاد آلية منطقية لتموين وتغذية الجيش؟ دعيني أشوف الأمر مترابط. لو كانت هناك قيادات كفؤه وتم تعيينها على اساس الكفاءه لتلاشت هذه الاوضاع، لكن استغرب من ان يكون هناك جيش وطني تحت اقدامه بحيرات من النفط والغاز ويعاني من المجاعه. وللخروج من هذه الازمه، الاهم كيف نخرج من هذه الازمه، يجب ايجاد ايرادات
ثابته للجيش الوطني من دخل من الجمارك ومن النفط ومن الغاز، من النفط والغاز حتى الذي يباع محليا هي تستطيع ان تغطي هذا. ثانيا ضروري اعاده هيكله الجيش بحذف الاسماء الوهميه، لان لدينا جيش ضخم جدا او على الورق لكنه في الواقع قليل. واتذكر انه في احدى عندما ارادوا فتح جبهه قانيه ارادوا بعض الالويه لم يكن يتواجد في اللواء اكثر من 100 جندي، بينما اللواء يصل تعداده الى 1000. يجب اعاده هيكله الجيش بحيث انه يكون الجيش الحقيقي، لانه جيش يصل تعداده الى ما يقارب 300,000 او 400,000 جندي وهو على الورق لا يتجاوز 100,000 او 150,000، هذا وضع كارثي. يجب اعاده هيكله الجيش بشطب الاسماء الوهميه، يجب الغاء النفقات السنويه او النفقات الباذخه مثل الاحتفالات والعروض العسكريه وما الى ذلك. يجب اعاده هيكله قياده الدوائر رئاسه هيئه الاركان، يعني مش معقول اني اعين رئيس الدائره الفلانيه ونائب له ونائب نائب له ونائب نائب له ثم سكرتير وسكرتير سكرتير له. يجب تخفيض النفقات الحكوميه بشكل عام وتحويل الزائد والوفر للجيش الوطني. ممكن نستغني عن بعض عن عشرات الوكلاء مثل وكلاء وزاره الاعلام وكلاء وزاره كذا وكلاء، يعني معنى بعض الوزارات يصل الى 20 وكيل او 30 وكيل، هذول يتقاضون بالدولار ويتقاضوا الواحد منهم يتقاضى 10 اضعاف ما يتقاضى الجندي الذي في المعركه. يا اختي الكريمه في احدى الجبهات اضطر الجنود للانسحاب من احد المواقع العسكريه لان التمويل الغذائي خلال 24 ساعة لم تصلهم كسرة خبز. نحن أمام وضع كارثي. الوضع الكارثي هو مرتبط بمنظومة الفساد. إعادة هيكلة الجيش، شطب الأسماء الوهمية، تعيين إيرادات ثابتة للجيش الوطني. ما لم فنحن أمام وضع كارثي. تصوري أختي الكريمة أن الحوثيين الذين يعانون من حصار ويعانون من كذا لم يصل أن يكون أحد المواقع لديهم ما فيها المواقع المحاصرة، يتم توصيل حتى بالطائرات بدون طيار أو بطرق أخرى يتم إيصال لهم الزاد والغذاء، بينما نحن لدينا الخلفية مفتوحة جدا أو خلفية التغذية ولا يصل للجيش الوطني. هذا ناتج من التسيب والإهمال والفساد والجيش الضخم الورقي. نعم نعم. إذن برأيك المسؤولية الأكبر على من تقع، يعني هل على الرئيس أم الحكومة أم التحالف؟ إذا أردنا نتكلم بصراحة المسؤولية الرئيسية تقع على اثنين كونهم من يديروا المشهد العسكري في مأرب، نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الأركان وثالثهم القائم بأعمال وزير الدفاع، العقيلي زائد علي محسن الأحمر زائد المقدشي. هؤلاء هم الثلاثة الذين يديرون المشهد العسكري في مأرب وهم المسؤولين المباشرين وهم الذين قاموا بتعيين الفاسدين وقاموا بتعيين أقرباء الفاسدين وأقرباء الفاسدين وأبناء، حتى في إحدى قطاعات الجيش تم تعيين زوجة أحد أبناء القيادة العسكرية تم تعيينها في الجيش. هؤلاء هم المسؤولين المباشرين، نائب رئيس الجمهورية ونائب ورئيس هيئة الأركان العقيلي، والعقيلي هو تابع نائب رئيس الجمهورية، والقائم بأعمال وزير الدفاع المقدشي. هؤلاء هم المسؤولين وهم الذين يتم توجيه اللوم لهم، وهؤلاء هم الذين نطلب محاسبتهم. طبعا الحكومة نحن عارفين أني مغيبة وأني يعني عايشة يعني برا البلاد، لكن القيادات الثلاثة من يديرون المشهد العسكري في جبهة مأرب والجوف والبيضة هم هؤلاء الثلاثة، وهم المسؤولين عن إزالة الفساد وإزالة الفاسدين وتوفير تمويل للجيش. إذن نتمنى أن تصلهم هذه الرسائل أستاذ عبد العزيز، يعني نتمنى ذلك وأن فعلا يعني يتوقفوا إلى هذا الحد وأن يكون هناك دور لرئاسة الوزراء ممثلة بالدكتور معين عبد الملك في حلحلة هذه الأمور التي تسوء يعني كرامة البلد ممثلة بجيشها. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الهداشي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. مساء الخير أستاذ عبد الهادي. يا مساء النور. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. إذن يعني
مشاكل في الجيش الوطني في مأرب، وللأسف يعني إشكالات تتعلق بالتموين، ويعني هناك معلومات تقول بأن بعض الكتائب سرح جنودها بسبب عدم وجود تموين. هل يمكن لجيش جائع أن يدافع عن الجمهورية وهناك 10 دول تكمن خلفه؟ هذا الكلام أعتقد أن فيه نوع كبير من مسألة المصداقية في بعض الأشياء. هناك سوء في التنظيم، وهذه المسألة لا يمكن إلحاقها بشخص بعينه بالتحديد. نحن نتكلم عن مؤسسة وطنية، هذه المؤسسة من المفترض أن تكون لها قيادة كبيرة، ما يسمى بمجلس الدفاع الوطني ومجلس القومي. هناك قيادة، كل جيش مقاتل خلفه جيوش من الإداريين والفنيين وغيرها من الإدارات، هنالك العشرات من الإدارات اللي يمدد التمويل، التمويل الطبي، التوجيه المعنوي، الإدارات اللوجستية، إدارات المعلومات وغيرها. مع الأسف الشديد جرى التعامل مع الجيش كأنه مقاومة أي مجموعة أفراد. هنالك ضعف في السيطرة والقيادة، هنالك إشكالات متعلقة بالرواتب والكوادر. أغلب المناطق العسكرية يشكون أن هناك عسكريين لم يجري ترتيب أوضاعهم، بالذات من القوى القديمة التي كانت محسوبة على الجيش الرسمي للجمهورية اليمنية. هنالك مدني عالقين، لا أنهم جرى اعتمادهم ما يسمون بكشوفات المنضمين للجيش الوطني، هذه إشكالية. هناك أيضا خصومات طائلة تطال الرواتب، تحمل الناس قلة التموين والإمداد في بعض الجبهات، سواء في أكثر الجبهات تحملونها، لكن أن تصل المسألة إلى السطر على رواتب في بعضها، الأنمية تصل المسألة إلى ثلث الراتب ونصف الراتب، كيف يمكن لشخص أن تستولي على مستحقاته وهو يقدم روحه المقاتلة بإخلاص خلفه؟ ما مفهوم القيادة؟ ما مفهوم الشرف العسكري؟ ما مفهوم التحكم؟ هنالك على الأسف الشديد معسكرات لم يقلوا أفرادا منذ 3 سنوات لم يتلقوا محاضرة واحدة في التوجيه المعنوي في التعبئة. هناك خطابا يجب أن يكون موحدا، يجب أن تكون القيادة موحدة، الأهداف واضحة. بعض المناطق هنالك جيوش تقاتل وليس جيش، وهذه الجيوش ليست فيها غرفة عمليات ولا سيطرة ولا تحكم. أي أننا بحاجة إلى إعادة النظر في هيكلة الجيش وقيادته. نحن في حرب، ما لا تفهم أو ما يجب أن تفهم القيادة السياسية والعسكرية للبلد أننا في حرب. كيف يفهمون هؤلاء الحرب؟ هذه ليست لغة. مع الأسف الشديد هنالك بارونات، هنالك أمور حرب بما كل ما تعنيها الكلمة، إذا لم يتم التنبؤ لهذه الأوضاع ويتم معالجة أوضاع المقررين وغيرهم. هذه جزء من الأوضاع التي أثرت على قيمة الريال وأدت إلى فساد كبير. ما لم يتم التعامل معها بمسؤولية، أعتقد أن الوضع القادم سوف يكون سيء. إلى الآن هنالك تجريد في أغلب من مكان، ولا ندري ما هي الحسابات في هذا التجريد في بعض الوحدات والقوى. كم مجموع قوة الجيش؟ ما هي الجبهات التي تقاتل بها؟ هنالك مجموعة من المعسكرات لم تتحرك إلى جبهة واحدة منذ سنتين. هناك بعض الأفراد لا زالوا في بيوت منذ سنتين. هناك أفراد خارج البلد. ما هي المبررات؟ غياب القيادة والسيطرة والتنظيم. هذه الجيوش إذا فقدت هذه الآلية فقدت ذاتية الوجود، فقدت آلية التراتب، بنية المعلومات. هذه الإدارات متى سوف تستكمل؟ وزارة الدفاع وهيئة الأركان، هذه الدوائر. يجب أن لا ننسى أننا نقاتل ممكن منذ 6 أشهر تم تعيين قائد بأعمال وزير الدفاع، وزير الدفاع غير موجود. رئيس هيئة الأركان يتصرف وكأنه يقود جيش شعبي، جيش قدري. مع الأسف دائرة التسليح الإمداد لا يوجد تسليح الآليات، لا يوجد. هل ما زال هذا الجيش يعمل كمؤسسة أستاذ عبد الهادي؟ هل فعلا ما زال يعمل كمؤسسة واحدة، أم أنه في مأرب غيره في عدن غيره في تعز وهكذا؟ يبدو ما يبدو لي أن هنالك أكثر من 4 مناطق عسكرية. المنطقة الشرقية منطقة عسكرية تأخذ لها بعد ولها أدوات تنظيم مختلفة. المنطقة الرابعة التي تشمل المناطق العاصمات الجنوبية الغربية
أسلحة وضعية مختلفة، هنالك غرف في السيطرة، قادة المحارب لا يستطيعون السيطرة على قادة الألوية، بعض قادة الألوية لا يستطيعون السيطرة على قادة الكتائب، بعض مع الأسف المناطق العسكرية لا تستطيع أن تحسن بأمر عسكري وتبدأ بمسألة التفاوض. في العسكرية هنالك التزام، هناك قانون منذ روما إلى اليوم يبدأ بأن للجيش قوانين خاصة، للجيش محاكم خاصة، للجيش إعلام خاص، للجيش طب خاص، لا يجب أن يؤثر مع الجانب المدني بشكل كبير. هناك دوائر مختلفة داخل الجيش مع الأسف غائبة تماما، ويحضر لدينا مجموعة من الأفراد سمو قادة ألوية بيدهم اعتمادات. هنالك حالة فساد حقيقية موجودة داخل الجيش، وهي أيضا جزء من التأثير على الوضع الاقتصادي العام داخل البلد. إذا لم يجد التنبه لها بشكل كامل، يحمل القيادة المسؤولية على القائد على القوات المسلحة أن ينفذ القرارات التي صدرت، حددت قوام الألوية ب 2500 فرد. هنالك ألوية أعدادها من 14 و15 ألف، هذه أصبحت فرقة عسكرية. كيف تدار؟ أين تؤكل؟ كم مساحتها؟ كيف يجب تحضير الأفراد؟ هناك عشرات من الألوية العسكرية لم تقسم إلى اليوم إلى كتائب. لا، إذن هناك إشكالات عدة، يعني كما يتضح أستاذ عبد الهادي، ليس فقط إشكالية التموين، وربما هي ناتجة عن كل هذه الإشكالات التي تحدثت عنها. يؤسفني أن الوقت انتهى، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.